في حاجات أساسية ربنا ما ملكهاش لحد، ربنا ما اداش سلطة فيها لحد على حد. نيتك، فكرتك، كلمتك، وسلوكك. يعني ربنا ما اداش لحد انه يجبرك على شيء يخص نيتك، فانت طول ما نيتك ضعيفة وهشة فهتلاقي نية الآخر تجاهك حتى لو الآخر بيضايقك هو أقوى منك، فعشان كده دخل قلبك وجعك ألمك. لكن لو أنت نيتك واضحة تجاه نفسك أنت هتقود، مفيش حد أبدا نية الآخر أقوى عليه من نيته، كل واحد فينا هو أقوى داخل نفسه على نفسه إلا اللي بيسلم أموره. ويفضل حتى أكتر حد فينا بيسلم أموره يفضل عنده الأشياء الأساسية، الثروات الأساسية اللي ربنا اداها لك وما اداش لحد تمكين عليك، إلا إذا أنت سلمت أمرك للحد عشان يتمكن منك وعليك. نيتك، فكرتك، كلمتك، سلوكك وفعلك. فيجي واحد يقول إيه؟ هم اللي قالوا لي أعمل، هم اللي أجبروني أتصرف، هم أصل هم دول دايرتي المقربة. أنت أقرب إلى نفسك من دايرتك المقربة. عشان كده في تقسيم دوائر القرب السنتر، المقر، نقطة البداية والانطلاق، النقطة الأساسية في قلب الدايرة هي أنت، ثم دائرة القرب الأولى الأسرة. الأسرة دي من أعظم دوائر القرب، وإن وجودك في أسرة لم يكن عشوائياً، ده وجود له حكمة، حكمة كبيرة جدا في هدف حياتك ودرسك وعلامك ورسالتك. ابحث عن الرسالة مع الدايرة الأولى ثم الدايرة الثانية. كل واحد فينا لو أنت مثلا عندك أسرتك زوجة وأبناء فدي دايرتك الأولى، الدايرة الثانية تبقى الأسرة الأكبر، العائلة، الأب، الأم، الإخوات. لو أنت لسه في بيت أسرتك يبقى دايرتك اللي هي الأب والأم والإخوات هي دايرتك الأولى، ودايرتك التانية هتبقى الأصدقاء المقربين لأن هي دايرة مؤثرة جدا، الأصدقاء والعلاقات المقربة. ثم تيجي الدايرة اللي بعد كده الدراسة والعمل، ثم تيجي الدايرة اللي بعدها العلاقات العابرة اللي انت تعتقد انها مش مؤثرة، لا دي مؤثرة. عشان كده حط نيتك في العلاقات العابرة وانت نازل بتسلم على اللي قدامك بنية ايه؟ المحبة والسلام النفسي اللي يبقى جواك وجواه. طب رد عليك بطريقة مش حلوة ما تلخبطش يومك، له عذره، وكل واحد فينا له مليون عذر انه مش ما خدش باله او مش في مزاجه النهاردة، لكن لا تسيء الظن لانه حتى العلاقات العابرة مؤثرة جدا جدا في حالتنا، ومؤثرة جدا كل العلاقات على تفاعل اجسادنا مع العلاقة. وتلاحظوا كده ساعات حد يضايقك ويقلقك تلاقي بطنك وجعتك، قلبك بيدق، جسمك بيتعرق جدا. فشوفوا الأثر على مشاعر العلاقات على أجسادنا بتبقى عاملة ازاي. وزي ما قلتلكوا هي العلاقة كائن حي يولد بإيه؟ بالتعارف. لو علاقة كان غرباء وبقينا أصدقاء، أو كنا غرباء وبقينا أسرة، حد متقدم لحد، تعارف يعني. وينتقل الإنسان من الغريب إلى أقرب الأقرباء، يعني يبقى قريب جدا، تعارف، مرحلة التعارف. بعض الناس بيقضوا في مرحلة التعارف دي سنين طويلة، وبعض الناس يقضوا فيها ساعات حاسمة ناجزة. طب هو الإحساس يعني مش كفاية في أول وهلة الانطباعات الأولى تدوم؟ لو أنت قلبك متدرب ومتمرن وعرفت تلقط مؤشرات معينة فيبقى أنت تمام وقد تدوم الانطباعات الأولى، لكن دايما خليك مرن لأن الانطباعات الأولى تتغير. وبعض الانطباعات الأولى بتبقى تخاطب العاطفة مش الأفكار المتكاملة، يعني لا الروح ولا العقل ولا القلب ولا التفكير، وفي أفكار متكاملة في حياتنا مفروض التعارف يخاطبها. فتلاقي التعارف السطحي مثلا تلاقي حد يقولك أنا معجب بيه جدا أو أنا معجب بيها جدا من مجرد أنه شافها يبقى هو معجب بالصورة بالهيئة الجسدية، لكن لسه في هيئات أخرى لم تتعرف عليها بعد. فمرحلة التعارف هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية البناء، أنت بتبني الثقة، تتخذ قرارات، وبتشوف العلاقة دي هتبقى في أي دايرة من حياتك، عابرة ولا قريبة،
أولى ولا تانية ولا تالتة، أصدقاء ولا هتنتقل من الصداقة إلى الارتباط مثلا، وده بيحصل كتير جدا في مرحلة البناء دي، بناء فعل، يا بناء ثقة وتتخذ قرار وتبقى واضح جدا في المرحلة دي. المرحلة الثالثة الاستمرار، استمرار الثقة يؤدي لاستقرار في المرحلة دي، جميلة جدا مرحلة استقرار كده، وتلاقي الدنيا ماشية حلوة والقيم المشتركة بتبان والمحبة بتظهر، وإن أنا ما بكسلش أبذل جهد للي قدامي واللي قدامي ما بيكسلش يبذل جهد عشاني. ثم تيجي المرحلة الرابعة، مرحلة الاختبارات اللي هي التدهور. هي التدهور دي مرحلة بيمر بيها العلاقات، معظم العلاقات بتمر بمرحلة التدهور، لكن ممكن التدهور يبقى بشكل بسيط جدا زي انعدام الرضا، انت مش راضي عن العلاقة 100% او انت غضبان من حاجة معينة. المرحلة دي فيها متغيرات كتير واستكشافات كتيرة جدا، لكن لما تكون في المرحلة دي واخد بالك انه عادي انك تتقبل ان جزء من انكشاف تفاصيل العلاقة لازم يمر بالتدهور ده، حتى لو التدهور ملل. الملل انا مش عارف اعمل ايه في اللحظة دي، انا حيران في هذه اللحظة مش عارف اعمل ايه. الملل خطير جدا لان انتوا فقدتوا الفعل المشترك، انت مش عارف تعمل معاه ايه في هذه اللحظة، فتلاقي نفسك قاعد معاه زهقان وملان لانك عايز اللحظة الجاية تيجي بسرعة عشان تقفز للمستقبل وتبعد. دي لحظة ملل، فقدان للحاجة المشتركة اللي هننجزها معا. في مرحلة التدهور دي بعاصفة لكنها بتنتهي، بتحتاج جهد كبير جدا عشان العاصفة تنتهي، ويا إما يشتد عود العلاقة يا إما نوصل للمرحلة الخامسة الإنهاء. وبعض العلاقات لا حل معها إلا الإنهاء والقبول بالإنهاء. انتوا عارفين ايه اخطر حاجة بتحصل في العلاقات؟ اني لا اقبل ان العلاقات تنتهي. لا، ده العلاقات تنتهي، سبحان الله. والعلاقات تنتهي نهايات، يا اما نهايات بالإكراه كده جبرية، وطبعا كلنا عارفين النهايات الحاسمة اللي محدش بيفاصل فيها، ونهايات ببعد بأشكال متنوعة، سفر، انتقال بالسكن، بعد جغرافي، بعد نفسي، لكن المهم قبول انه العلاقات تنتهي. لازم نقبل ولازم نمررها بسهولة على انفسنا عشان نكمل الحياة. الحياة ما بتقفش، بالعكس، ده ربك بيقفل باب بيفتح الف باب. تعليقات جميلة جدا وقلوب ولايكات وحاجات حلوة قوي، يعني شفت ده رب ما يخلصش بقى. مشاعر غالية، ولاء، يا ولاء صباح الفل، استاذ عبد الحي علي، يا عبد الحي صباح الخير عليك، ميرو جابل، يا مروة صباح الخير عليكي، نور الايمان صباح الورد، استاذ يوسف احمد الباز صباح الفل، استاذ صالح عبد الشافي صباح الخير على حضرتك، تفاعلوا بخير تجدوه، حنان صباح الخير عليك يا حنان، استاذ ابراهيم نور الدين، ابراهيم نور الدين صباح الفل على حضرتك، منورنا ميرو، فريق العمل كله والاغاني الحلوه صباح الفل، ايمان وصلاح، يا يعني بيحيوك جدا والله يا ميرو، بيحيي كل مستمعينا الغاليين، وعلى باقه الورد اكيد وصلت لهم، وصلت لايمان وصلاح الباقه والله، ووصلت لي طبعا، ده رائعه. استاذ صالح عبد الشافي، بشكرك جدا جدا، انا بحب الروح الرياضيه، يعني استاذ صالح بيتكلم عن الاهلي والزمالك والماتشات والنتائج، ده احنا لازم نفرح على انه في منافسة وفي وجود لأطراف وشغف وانتظار. ايه متعة الحياة انك انت مش عارف، ان انت عارف ايه اللي هيحصل كله؟ لا، ده في جزء من الشغف لازم ننتظر، حاجة عظيمة يعني. مبروك لكل الزملكاوية طبعا من قلبي، ومبروك لكل الاهلوية ان احنا هنستعد ونعيد بناء. استاذ ابراهيم نور الدين، بشكرك جدا على الجاليري الرائع ده، انا مش عارفة يعني احتفظ بايه ولا بايه ولا بايه، رائع، بشكرك جدا. استاذ صالح عبد الشافي، لسه ثورة 23 يوليو مكملة معانا ومن ايامنا الجميلة، بشكرك جدا. تفعلوا بخير تجدوه، صباحكم معطر باجمل باقات الورود، يا احلى فريق عمل في الوجود، الله، ده كلام جامد جامد وشعر يعني. اهم حاجة في حياتنا ان علاقتنا تكون مبنية على الثقة المتبادلة بيننا وبين بعض، تكونش مبنية على الخيانة والحقد والغل. طبعا.
بس تبدأ من من جوانا. والله يا حنان يعني مهم جدا انه من جوايا ابقى بدير العلاقة وبدير علاقتي انا مع نفسي عشان ما سلمش نفسي. ويا سلام بقى على الصور الحلوة دي، رزقنا الله اياكم استاذ ابراهيم زيارة الكعبة المشرفة يا رب يا رب ان شاء الله يا جماعة كلنا باذن الله. بشكرك على الرسائل الحلوة وعلى كل الامنيات الطيبة والله، والورود الجميلة والصور الحلوة، ايه الجمال ده. بشكرك جدا استاذ ابراهيم، استاذ يوسف احمد الباز، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام على الرسالة الجميلة، بشكرك جدا، احلى صباح عليك والله. يوسف اهلاوي وافتخر من عروس الدلتا المنصورة، تحياتنا لأهلينا في المنصورة والورود الجميلة متبادلة والله. حنان القلوب والورود والتصفيق الحاد، بشكرك جدا، انا مبسوطة قوي يا حنان انك انت متفاعلة على الفيسبوك، برافو برافو برافو. يعني كمان أستاذة صفاء قريبا جدا قالت لي إن هي قريبا جدا هتبعت لنا على الفيسبوك مشاركات، منتظرة والله يا أستاذة صفاء إن شاء الله قريبا جدا. نافذة من نوافذ التواصل الجميل، لازم نفتحها ونتفاعل معاها ونستمتع بيها كمان. أستاذ صالح عبد الشافي، صباح الفل على حضرتك، الكبير كبير بأخلاقه وحسن تعامله مع المواقف وتقديره لزملائه والجميع البشر. طبعا بيتكلم عن نجمنا الرائع صلاح، نجم النجوم في ليفربول، متعهد ضربات الجزاء، لعيب يعني طبعا صلاح، بس لانه البرنامج بس استاذ صالح سامحني احنا هنكمل موضوعنا. وطبعا تحيه لكل حد مخلص بيبذل جهده في شغله في منطقته في منطقه لعبه الاساسيه في منطقه ادائه اللي ربنا هيحاسبه عليها. كمان أستاذ صالح بيقول انتشار الإدمان في القرية، وبصراحة كنت أتمنى أن الجهات المسؤولة تتخذ خطوات أكتر إيجابية. قرية طوخ ومني الطوخ السنطة غربية انتشر فيها الإدمان بطريقة لا تتخيليها دكتور، لذا كان لي اتصال بمركز علاج الإدمان بمركزنا ورحب المسؤولين بيه باستقبال الحالات، تحية ليهم وللسيد العميد حامد بدوي الذي شجعني على ذلك. والله أحييك جدا يا أستاذ صالح، وحييك جدا، انت قمت بعمل ايجابي قوي جدا جدا، بحيي حضرتك، لانه كل ما كنت انا متفاعل مع مجتمعي بقى بالطريقه الايجابيه، ما هو مجتمعاتنا كلنا عندنا مشاكل، لكن لازم انا اكون ايجابي للحل، بدور على حل. بشكرك جدا يا استاذ صالح والله. كمان الرسائل الحلوه انا بفتح والله، يعني شوفوا على قد ما التليفونات لسه ما بناخدهاش، لكن الرسائل الجميلة مالية علينا البرنامج ومالية علينا حياتنا. دمتم متواصلين التواصل الجميل، بشكركم جدا. أستاذ إبراهيم نور الدين، صباح السعادة على حضرتك، بشكرك جدا، بيقول مهما يخط الألم السطور ويسطع القمر فوق البحور، والقلب يحمل التفاؤل ويضيء طريقنا نور، هذه السطور إهداء. ياه إهداء ليا والأسرة البرنامج، بشكرك جدا والله، بشكرك جدا. أعظم من عرفوا العطاء مصابيح تنير داخلنا، فلهم منا وافر وجزيل الشكر. أخي العقيد عبد المنعم عيسى، وأخي العقيد أحمد عبد اللطيف، وعبد الرحمن وعبد العزيز عبد المنعم، والمهندس رأفت عبد الحفيظ، أستاذ علي حسن، أستاذ محمود عبد الله، أستاذ حازم فرغلي، ولأسرة الشباب والرياضة، بشكرك جدا. طمنينا على الأستاذة الحبيبة نهى كامل، نهى كامل إن شاء الله تعود الأسبوع الجاي لفتراتها الجميلة، وتستمتعوا جدا بكل فتراتنا على الشباب والرياضة، إحنا دايما معاكم مستمتعين بوجودكم معانا، وإنتوا اللي بتكملوا الإرسال بتاع الشبكة.